لدعم وخدمة ما يقرب من 55,000 نسمة يسكنون بقرية الكفور وتوابعها الاثني عشر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة بدء فعاليات القافلة الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت شعار ستر عافية. القافلة التي ينظمها التحالف بقرية الكفور التابعة لمركز كومومبو تعاونا مع مبادرة النسل بعضهم، تهدف إلى تقديم حزمة متنوعة من الخدمات تشمل الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية، ويشترك في تنظيمها 17 كيانا من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. طبيا تشمل القافلة الشاملة للتحالف الوطني 22 عيادة طبية وست صيدليات ومكتبا لقياس الضغط والسكر وأنشطة توعوية تتعلق بالصحة، كذلك تقديم الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية. وفي مجال الدعم الاقتصادي تضم القافلة ثلاثة مكاتب لتلقي طلبات التمكين الاقتصادي ومكتبا لحالات الغارمين وآخر لبرنامج ملهم. أما في المجال الاجتماعي فتنظم القافلة ثلاثة معارض للملابس وتقدم عددا كبيرا من الأغطية وكراتين المواد الغذائية واللحوم. القافلة شملت كذلك تنظيم كرنفال للأطفال وتقديم الهدايا لهم. محافظ أسوان اللواء أشرف عطية وخلال تفقده لفعاليات القافلة قدم الشكر لمؤسسات المجتمع المدني لحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية بتقديم خدمات تعمل على رفع المعاناة عن كاهل البسطاء والأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تماشيا مع خطة الحماية الاجتماعية لرؤية مصر 2030. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.